ورجعنا بعد الفاصل ومعانا شخصية محترمة، شخصية جميلة، المنتج كريم مصطفى. أهلا أهلا بحضرتك ونورتنا. اهلا بحضرتك، والله ده نورك ونور البرنامج الجميل، وانا بهني حضرتك على البرنامج الجميل ده، وبهني طبعا قناة الصحة والجمال على الاستضافة الجميلة دي كمان. والشرف ليا ان حضرتك معايا في اول حلقات الحكاية من رب شيماء. ربنا يخليك يا فندم، دايما بالنجاح والتألق كده يا رب. عرف للسادة المشاهدين بقى بنفسك. انا اسمي كريم مصطفى، شاعر ومنتج ومؤلف روائي. يعني بدأت من أيام المدرسة، لقيت نفسي في دعم كبير ليا، ولقيت عندي موهبة اللي أنا بكتب شعر. بدأت اللي أنا أكتب حاجات بسيطة، قصص روائية قصيرة كده، كانت بتتعرض على مستوى اسكندرية، كنت بخش مهرجانات مدارس. لقيت دعم طبعا من المدرسة، ووالدي ووالدتي كان ليهم الفضل، وقفوا جنبي ووفروا لي كل الإمكانيات المتاحة. حتى حضرتك عارفة بقى، واحنا صغيرين لازم طبعا الروايات بقى والمكتبة، ونبدأ اللي احنا نثقف نفسنا. فكان كل ده متوفر من نشأتي في البيت عندي، بابايا ومامتي. وبعد كده خلصت الدراسة وبدأت اشتغل في مجال التسويق الإلكتروني، وربنا كرمني واشتغلت مع أستاذة منى زهران في شركة يوز برودكشن للإنتاج. فبدأت من هنا اخد بقى ايه الخبرة وخبرة المجال منها. عملنا طبعا حاجات كتير جدا باسم الشركة بتاعتها، وكنت بساهم معاها وبتعلم منها وبتعلم من الصف كله اللي موجود. وبعد كده رجعت بقى، انتقلت الفترة اللي انا بدأت اللي انا اكتب فيها تاني، وبدأت اهتم بموضوع الكتابة، وبدأت بقى أشوف أشتغل على الرواية اللي كان حلم سنين اللي أنا أعملها، وبدأت في الشعر الغنائي اللي أنا أكتب. يعني هي احكي دي لنا القصة. كده مختصر عن الرواية. الرواية بتتكلم عن المشاكل المجتمعية، هي اسمها الحاسة التاسعة، ودي كل القصة بتاعتها الشخص بيحب 9 ستات، بس بيفشل في كل مرة، لأن هو ما بيبقاش عنده الخبرة الكاملة لإدارة العلاقة. هل دي قصة حقيقية ولا قصة هي خيالية؟ قصة خيالية بتضم فيها المجتمع بشكل كامل. يعني في قصة منهم بتتكلم عن الفتيات اللي بيتجوزوا بدري من سن 15 سنة و14. حضرتك كاتب وعارف ان واقع الحياة برضو بيبقى متشابه مع القصص الروائية. اه طبعا، ما هي القصة الروائية بتتبنى على واقع بما موجود على أرض الواقع نفسه. بيبدأ الكاتب اللي هو ياخد التجربة دي، وبيسمع من الناس نفسها، وبيسمع ايه مشاكلهم، وبيشوف بعينه، نتعايش ويبدأ معاه اه طبعا طبعا. ويبدأ ينقل الرؤية بتاعته دي في القصص اللي هو بيكتبها. فبيبدأ يستفيد من الناس دي، بيشوف ايه المشاكل اللي هم تعرضوا لها، ويبدأ اللي هو يعالجها في سياق روائي، ويبدأ اللي هو يحل المشكلة دي ويسلط الضوء عليها. لأن لو أب مثلا عاوز ياخد الخطوة دي ووصل له المعلومة دي، فهو بيتعلم بشكل روائي وبشكل ظريف جدا ايه المشاكل اللي ممكن تتعرض ليها بنته، وممكن اللي هو احنا نبعده بشكل شيك جدا وبشكل مهذب عن الخطوة اللي هو ممكن يعملها. بس هي دي فكرة الرواية كلها. وبعد كده الشخص ده بعد ما بيتم ال9 مراحل من الفشل بتاعته، بيبدأ له يكتسب خبرة قوية جدا في الحياة. فما يبدأ بعد كده يشوف أي واحدة، بيلاقيها نسخة مطابقة للإنسانة هو قابلها قبل كده. فبتبدأ بقى رحلته في نطاق درامي لحد الآخر. كان معانا في الفقرة الأولى الفنان ياسر سالم. حضرتك بقى كلمنا حبيبي حبيبي الفنان التعرف ياسر سالم. ازاي صدفة. حضرتك طبعا بتنتج له وتكتب له كلمات. طبعا والله ياسر من احكي لنا الاصوات، بقى عن المشوار ده. هحكي لك على المشوار كده ايه نبذه تفصيليه. ياسر من الاصوات الجميله، الصوت الدافي الحنين القوي، ويمكن ده ما بقاش موجود على الساحه كتير. انا قابلت ياسر، كان ليا الشرف اللي احنا نعمل 2 فيديو كليب للفنانه ليلى غفران. هما دلوقتي في مرحله المونتاج، ربنا يسهل كده وباذن الله يظهروا للنور. مبروك ألف مبروك فالله يبارك لك يا رب ويتمم الموضوع على خير. إن شاء الله. فقابلت ياسر هناك،
كان في اللوكيشن بتاع التصوير وسمعت صوته، لقيت صوته جميل جدا، كان مميز من وسط ناس كتير جدا بتغني. هو صوته دافي فعلا يعني، فعلا وصوته والحنجرة بتاعته بقت نادرة الوجود دلوقتي، صح، غير الفنانين الأقوياء. عشان كده أنا بتنبأ لياسر مستقبل باهر بإذن الله يا رب. فلما سمعت صوته طلبت اللي أنا قبله، وبعد كده كان صديقنا ناصر عبد الكريم الكاتب والملحن العظيم يعني جابه ليا، وقعدنا نتكلموا معاه ولقيته عامل أغاني جميلة جدا، وكان متعاقب مع يعني كتاب عظماء، أستاذ محمد الطيب الكاتب الكبير ومحمد عبد النبي، ناس كان أقوياء. لقيته عامل 8 أغاني، فبدأت اللي أنا أسمع منه، عجبني صوته جدا. وحضرتك أول مرة تنتج ألبوم ولا؟ دي كانت أول مرة اللي أنا أخش في اللي أنا أنتج ألبوم بشكل كامل، لأن ياسر كان يستحق ده. أنا لقيته معاه كلام كويس، ألحان كويسة، غير كمان ياسر بيلحن كمان، مش بيغني فقط. فبدأ أصلا يصير جوايا يعني نبذة الكتابة. يعني هو كان معاه 8 أغاني وفاضل له أغنيتين، قلت له ياسر أنا أكتب لك، إيه المشكلة؟ وبدأنا فعلا بأغنية ياما قلت لك، هي كانت موجودة عندي وكانت الأغنية جاهزة، وبدأنا نشتغل. تشجع بقى المواهب الشبابية بإيه؟ والله هي في أصوات كتير جدا متميزة ولا يبقى وبتبقى فيه جميلة. ولا يبقى فيه شروط بقى؟ لا لا لا، مفيش أي شروط. الشرط دايما المطرب لازم يشتغل على نفسه. ما الغنى مش بس صوت كويس، الغنى كمان بتبقى خبرة وتواجد. الخبرة والتواجد بتتعلمي النفس بتاعك بتغني ازاي، الحنجرة بتاعتك لازم تبقى قوية، بتغني العرب ازاي. في شوية فنيات كده وتكنيك المفروض اللي المطرب بيكتسبهم مع الخبرة دي. كل الحاجات دي ساعات بتلاقي صوت كويس، بس ممكن تيجي تحطيه في أغنية أو تكتبي له أغنية تلاقي صوته واطي قوي، أو تلاقي صوته عالي لدرجة اللي هو يعلى بطبقات صوته. يعني هو في المتوسط، الصوت بيبقى في المتوسط. كده تحب بقى تقول ايه في آخر اللقاء؟ والله أنا أحب يعني أتمنى الخير لكل الشباب، وأتمنى إن إحنا نسمع أغاني تكون لطيفة وجميلة وحاجة كده تكون كويسة تفرح قلبنا يا رب. ودايما كده في تألق أستاذة شيماء، وأنا بشكر طبعا أستاذة نسرين على الدعم لياسر والدعم ليا والدعم لينا كلنا، وبشكر القناة بتاعت الصحة والجمال. بشكر حضرتك، شرفتنا في أول حلقات الحكاية من شيماء، شرف ليا طبعا. ربنا يخليك يا رب يا فندم. والله وبكده خلصت حلقتنا، أشوفكم على خير الخميس الجاي الساعة 2 ظهرا والإعادة 1 صباحا. إلى اللقاء.